مشاهدينا، ولمناقشة ملف استيلاء الميليشيات على أراضي البعيثة في منطقة الدورة جنوبية بغداد، ينضم إلينا عبر سكايب من منطقة أو من مدينة هلسنبرغ السويدية الباحث في الشؤون السياسية والأمنية العراقية الأستاذ فرات خورشيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. هل تعتقدون أن ما يجري الآن في مدينة البعيثة أو منطقة البعيثة في الدورة ببغداد من تهجير والاستيلاء على الأراضي هو استكمال لما جرى من مشروع التغيير الديموغرافي في مدينة أو منطقة جرف الصخر ومحاولة استنساخ هذا السيناريو من جديد في البعيثة؟ بالتأكيد هذه المحاولات كانت منذ سنين طويلة ولا زالت مستمرة، يعني ليس فقط جرف الصخر، لا ننسى الطارمية وأطراف التاجي وكل المناطق التي كانت ذات أغلبية سنية للأسف. يعني كل ما نحاول أن نبتعد عن الحديث بهذه المصطلحات تجبرنا الحكومة وأحزابها الطائفية على أن نعود لاستخدام هذا المصطلح لتوضيح الحالة الحقيقية التي يمر بها الشعب العراقي والانتهاكات الصارخة لحقوق العرب السنة سواء في بغداد أو في عموم العراق. ولكن ما يحدث في منطقة البعيثة تحديدا يعني هو جريمة لا يمكن السكوت عنها. منذ أيام عديدة بدأت المناشدات وأصوات الناس ترتفع مطالبة الحكومة باتخاذ إجراء ضد كتائب حزب الله المسيطرة على المنطقة، ولكن بادرت تلك الميليشيا بادعاءات باطلة وهي وجود تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة أو أن الأشخاص الموجودين قد قاموا بعمليات إرهابية ضد الكتائب المسيطرة في تلك المنطقة أو القوات الأمنية. هنا أنا أستغرب إذا كانت الميليشيات أو كتائب حزب الله أو الحشد أو ما يدعون بأنه جزء من القوات الأمنية وبأمرة القائد العام للقوات المسلحة، لماذا لا تتشارك تلك القوات التي تدعي بوجود معلومات لديها تثبت بوجود تنظيمات إرهابية أو مسلحين، لماذا لا تتشارك تلك المعلومات الاستخبارية مع جهاز الأمن الوطني وكالة الاستخبارات العراقية أو الاستخبارات العسكرية؟ لماذا لا نسمع عن هذه المعلومات سوى لدى كتائب حزب الله وسوى لدى الفصائل الميليشياوية التي تسيطر على مناطق تسعى للتغيير الديموغرافي فيها؟ أضف لذلك الاتهامات، لو كانت كما يدعون بأنها اتهامات حقيقية والتصوير المزيف الذي يقدمونه كدليل، طيب لا يوجد في القانون العراقي ما ينص على مصادرة الأراضي الزراعية أو المنازل للأشخاص المتهمين بتجارة المخدرات أو أي نشاط آخر مسلح في العراق. إذا كانت الحقيقة هذه كما يدعون، لماذا يتم قتل كل أفراد العائلة؟ حدثت يعني كثير من الانتهاكات وعمليات قتل وإبادة لعوائل كاملة كما حصل في ديالة أيضا بادعاء وجود معلومات استخبارية ثبت أنها كاذبة وغير صحيحة. فكل هذه يعني المسرحية أصبحنا نعرف من يديرها ومن يقوم بأدوارها التمثيلية ومن يسعى لأن يكون المخرج ثم المنتج الذي يحصل على واردات هذا الفيلم الذي يصورونه في المناطق السنية. الكل يعلم من يقطع الأراضي ومن يجرفها ومن يبيعها ومن يقبض الثمن. لذلك للأسف أصبح العرب السنة في وضع لا يملكون فيه حتى أرضهم التي دفعوا ثمنها. نحن لا نتكلم عن وطن يكون لك فيه أرض يعني هي استحقاق لك في وطنك، الآن حتى أرضك التي هي من حقك ومن عرق جبينك أصبحت تسلب منك. طيب في هذا الإطار، لماذا يتهم أو تتهم المناطق في حزام بغداد بأنها حاضنة للإرهاب ويستخدم ذات السيناريو في كل مرة ولا يتم إيجاد أي أدلة تثبت أنها فعلا حاضنة للإرهاب؟ أي ذريعة أخرى تمتلك هذه الميليشيات؟ لا يوجد أي ذريعة أخرى غير ذريعة الإرهاب. الإرهاب أصبح هو الشماعة. طيب هناك نسمع عن صراعات عشائرية في الجنوب وأعمال مواجهات مسلحة حتى يتم يعني خلال هذه المواجهات المسلحة الاعتداء على القوات الأمنية على الجيش والشرطة، ولكن لا يتهم أحد هذه القوات بأنها هذه العشائر أو هؤلاء المسلحين بأنهم إرهابيين. يعني جريمة الإرهاب أصبحت لباس مفصل فقط على مقاس أهل السنة. لماذا لا يتهم الطرف الآخر أي شخص يحمل سلاح ويقوم باعتداء على المواطنين أو على الأجهزة الأمنية في المنطقة التي يقطن فيها؟ لا يتم اتهامه بالإرهاب، فقط هي نزاعات أو صراعات أو مسميات أخرى، ولكن إذا حدث الأمر نفسه في أي منطقة
أو مع أي مواطن سني فورا تكون التهمة جاهزة وهي الإرهاب والانتماء لتنظيم داعش دون أن تقدم أي أدلة واضحة ودون أي محاكمات. يتم الاعتداء على الناس وقتلهم ثم الادعاء بأنهم كانوا إرهابيين وفي عملية مواجهة مسلحة مع القوات الأمنية أو الميليشيات. طيب اليوم يعني وقع الحال لسكان قضاء البعيثة المهددون بالطرد والاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم، أين يتوجهون اليوم في ظل يعني هذا الظلم؟ وإذا كانت الحكومة منبثقة من تحالفات يعني ترعاها الميليشيات أو من ضمن الميليشيات، أين يتوجه المواطن اليوم؟ إلى أي جهة يشتكي؟ يعني نحن شاهد نحن شاهدنا فيديوهات توضح كيف أن المواجهات وصلت إلى أن هذه الكتائب هي كتائب حزب الله تقوم بمواجهات مسلحة ليس مع المواطنين فقط بل مع القوات الأمنية مع الشرطة الاتحادية أيضا. هذا يثبت بأن هذه الفصائل أو الميليشيات المسلحة هي فعلا خارجة عن سيطرة الدولة، هي فعلا سلاح منفلت، هي نفسها السلاح المنفلت الذي تدعي الحكومة محاولتها للسيطرة عليه. لا يوجد إرهاب في العراق قبل هذه الأحزاب وميليشياتها، لم نسمع بالإرهاب في العراق قبل أن تأتي هذه الأحزاب وهذه الميليشيات ويحملون السلاح ثم أصبحوا يتهمون كل من يعارضهم أو يقف في وجه مطامعهم ومخططاتهم بأنه إرهابي، ولا إرهاب في العراق سواهم. طيب هنا أيضا يعني أحاديث الحكومة دائما بأنها كما ذكرتم تقضي أو ستقضي على السلاح المنفلت، إذا كانت هي الحكومة نفسها هي أحد أذرع السلاح المنفلت فمن سيقضي على من؟ لن تقضي الحكومة على أي سلاح منفلت، ولن تستطيع الحكومة تنفيذ أي وعد من وعودها التي تكررت على لسان كل رؤساء الحكومات، السلاح المنفلت والقضاء على الفساد كل هذه فقط شعارات انتخابية أو إعلامية فقط أمام الإعلام، ولكن الحقيقة شيء آخر. في الطارمية حينما حصلت المعارك وادعوا بأنه عاد تنظيم داعش وهو موجود في الطارمية وهناك مخاطر أمنية على بغداد من هذا التنظيم، بعدها بأيام قليلة قام مستشار الأمن الوطني العراقي بزيارة إلى منطقة الطارمية وأثبت بأنه الأمن الوطني لا يمتلك أي معلومات عن هذه الادعاءات التي تقدمت بها الفصائل. لو كان فعلا هناك تنظيم داعش كيف يستطيع مستشار الأمن الوطني زيارة منطقة يتواجد فيها تنظيم إرهابي؟ هما يعني الحكومة تناقض نفسها بنفسها، لا تستطيع أن تكبح جماح الميليشيات ولا تستطيع أن تقول بأن هذه الميليشيات كاذبة، ولكن تتصرف بطريقة تفضح نفسها حينما يتواجد مسؤولون أمنيين عراقيين في مناطق تدعي الميليشيات بوجود تنظيمات مسلحة فيها، بينما لا توجد معلومات لدى أي جهة أمنية عراقية أخرى عن هذه الجهات المسلحة أو التنظيمات. الباحث في الشؤون السياسية والأمنية العراقية الأستاذ فرات خورشيد، كنت معنا من مدينة هلسنبرغ السويدية، شكرا جزيلا لكم.